حضر مجموعة كبيرة من طلبة وطالبات الكلية لخوض انتخابات المجلس الاستشاري الطلابي للعام الأكاديمي 2016-2017، حيث قدم رئيس لجنة الانتخابات كلمته حول العملية الانتخابية وآلية الترشيح والقوانين والأنظمة الخاصة بذلك. طبعا طموحات جدا عالية، طموحات جدا كثيرة، بس اختصرها بسبب واحد أو هدف واحد. كنت يعني عضوة في المجلس الاستشاري، الحين أطمح أني أكون رئيسة مجلس، بسبب أني يعني تكونت معي خبرات، أريد أكبر هالخبرات، أريد يكون معي أكثر خبرات. الجدير بالذكر أن عدد المترشحين 19 مترشحا ومترشحة من مختلف التخصصات، حيث قدم كل مترشح كلمته حول أهدافه وتطلعاته. تسعة عشر مترشح ومترشحة تم انتخابهم اليوم وسط التنافس يهدف إلى التطوير والإنجاز والتغيير إلى الأفضل. خليفة بن خميس البادي، كلية البيان.